السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. في الفيديو الفايت وصلنا ديزاينينا حتى لهنايا. دابا شنو باقينا؟ من البوطون اللي تحت الجيد هاد السيكشن ديال النمبر. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا هاد الباك جراوند، فهاد يعني كنلاحظوا انه عندنا هاد الباك جراوند والتكست ديالو وايت، وشنو باقي؟ وانه عنده واحد الريديوس، يعني هادو هما السطايلات اللي كاين في اش في هاد البوطون. يعني غادي نمشيو للكارد وغنقول ليه البوطون اللي داخل ديالك ان شنو غتعطي. غتقول ليه البوردر، اول حاجه غتقول ليه البوردر نو، يعني ما عندنا ما جاب البوردر مزيان. غتقول ليه مثلا، غتقول ليه الكالر ديال قلنا وايت مزيان. غتقول ليه الباك جراوند، الباك جراوند كالر ديالك مثلا، وتقول ليه هذا اللون اللي جبنا. غتقول ليه مثلا البادجينغ، مثلا بادجينغ، بادجينغ مثلا، غتقول ليه مثلا 8 بي اكس 12 بي اكس ملي من اليسار مزيان. غتقول ليه البوردر ريديوس مثلا، نقول لي 20 بي اكس باش يدير لي ريديوس مزيان. انتما كما كتلاحظوا اش غادي نقول ليه انايا؟ غادي نقول ليه تكست ترانسفورم يعني كابيتالايز، يعني الحروف الاولي انهم بغا يكونوا كبار مزيان. حد مزيان. حنا شنو كنلاحظوا؟ انه هنا عندنا واحد المارجين، يعني واحد سبيسينغ بين هاد السيكشن وهاد السيكشن، يعني هاد البوطون داير واحد سبيسينغ بيناتهم. نشوف خصني ندير انايا، غادي نمشي للسي اس ديالي وغادي نعشيه ديسبلاي بلوك. كما كنعرفو ان ديسبلاي ديال اش ديال البوطون اي لاين بلوك، انا تشالنج ديسبلاي بلوك. غنقول ليها المارجين من الفوق ومن التحت اش، غنقول ليه مثلا 20 بي اكس، وغنقول ليه من اللي من اليسار اوتو واش يجينا في الوسط مزيان. حد الان مزيان انه غادي سبيسينغ اللي قلنا عليها. هانتوما كما كتلاحظوا دابا غادي نمشيو نمبرز، غادي نمشيو للسيكشن اللي سميتها نمبرز مزيان. غنقول لها ديسبلاي مثلا، ديسبلاي ديسبلاي فليكس مثلا مزيان. نقول لها ديسبلاي فليكس، غنقول لها جاستيفاي كونتنت سبيس بيتوين، يعني يجي ليا سبيس بيتوين بيناتهم. هانتوما كما كتلاحظوا، وغنقول ليه جاب واش يكون سبيسينغ بيناتهم، يعني نقول ليه مثلا 10 بي اكس. وغادي نجيو سيف مزيان، يعني هنا، يعني دابا حنايا راه هنا مزيان. ها هو جابهم حدا بعضياتهم. شنو حنا عندنا؟ عندنا داخل هاد النومبرز عندنا جوج الحوايج، عندنا ال اتش 3 وعندنا ال اتش 4. يعني عندنا ال اتش 3 و ال اتش، عندنا ال اتش 3 وعندنا ال اتش 4. اجي نسبقو ال اتش 4، نقول ليه الفونت السايز ديالك 14 بي اكس مثلا. اجي نشوفو، يعني غادي نسبقو هنا، نسبقو لتحتاني هذا مزيان مزيان. دابا اجي ندخلو هنايا، اجي ندخلو هنايا ونشدو اللون ديال اش ديال هذا مزيان. نشدو اللون ديال هذا، غادي نمشيو لهنايا، غادي نقول ليه هاد الاتش 3. يعني شنو كنعني بالاتش 3؟ هو هذا، ها هو. يعني غنقول ليه الكالر، الكالر ديالك شنو مزيان هذا. ونقول ليه الفونت السايز ديالك مثلا، نقول ليه 16 بي اكس مزيان. واجيو لاحظوا ها انتوما، اجيو نصغروا باقي هذا 16 مزيان. اجيو نشوف واش خاصنا، اجيو نبدلو الكالر ديال هذا مزيان ديال هاد اتش 4. اجيو هنايا ونقول ليه الكالر ديالك شنو هذا هو مزيان كما كتلاحظوا. وبهكا كنكونوا سالينا الديزاين ديالنا. ولكن شنو كنلاحظوا حنايا؟ ان هنا كاين سبيسينغ، يعني كاين واحد سبيسينغ هنايا، ولكن عندنا حنايا في الديزاين انه لاصق، يعني غادي يمشيو انه ما كاينش واحد سبيسينغ، يعني ما كاينش على البازي، يعني غادي يمشيو عند الاب كامل. شكون هو الاب الكبير؟ هو الكارز. غنقول ليه البازينغ مثلا، نقول ليه مثلا 10 بي اكس من جميع الجوانب، يعني من جميع الاتجاهات من اليمين واليسار ولتحت والفوق. نشوف نقول 10 بي اكس ونتسنى ويجي السيف 10 بي اكس مزيان. وبهكا كنكونو سالينا الديزاين ديالنا. اجي نشوفو، يعني وبهكا كنكونو سالينا يعني هانتوما كما كتلاحظو باش يتصاوب، انتما كما كتلاحظوا انه نفس الديزاين اللي عندنا هنايا هو اللي جبنا هنايا، وبنفس الالوان وبنفس
الصيد وبنفس الطريقة.